هذا وشاركت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض برلين السياحي الدولي ضمن جناح خاص إلى جوار 12 مشاركا من أبرز الفنادق وشركات إدارة الوجهات السياحية البحرينية. ويقوم الجناح البحريني بالتعريف بمختلف المقاصد السياحية في المملكة وفعاليات الموسم السياحي القادم والعروض الجاذبة التي تقدمها منشآت القطاع السياحي. مزيدا من التفاصيل مع مراسلة تلفزيون البحرين في العاصمة الألمانية برلين. لأكثر من 50 عاماً كان اسم ITB الشغل الشاغل لصناع السياحة العالمية، إذ يجتمع في شهر مارس من كل عام كبارات عالم السياحة الدولية في أكبر عرض تجاري للسفر والسياحة في العالم ITB برلين. عندنا كثير من المقومات اللي تساعد أن تخلي البحرين على خريطة أي مسافر على منطقة الشرق الأوسط، مثل ما تشوفين مشاركتنا في ITB يعني دليل على ذلك، الستاند اللي موجود والقبول اللي فيه من قبل خاصة السواحل الألمان لزيارة مملكة البحرين والتعرف على إن كانت الأشياء الحديثة ولا قديمة اللي ممكن يحسون فيها بالعربيان ثيم. تعد السياحة في البحرين من أهم مصادر الدخل في المملكة، وهي بذلك تدعم الاقتصاد البحريني بقوة، وتشارك مملكة البحرين في معرض السياحة ITB في مدينة برلين في إطار جهودها الرامية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة على خريطة السياحة العالمية. نسعى لأن نكون من يعني التوب 10 أو whatever، على أساس أن الطالع اللي أحسن منه ونحاول نطوفه، هذه هكذا يجب أن يكون المقياس. عندما تم إطلاق ITB لأول مرة في عام 1966 في أرض المعارض في برلين، قدم 9 عارضين من 5 بلدان وهي مصر والبرازيل، جمهورية ألمانيا، وغينيا والعراق. وفي هذا العام يتجاوز عدد العارضين 10,000 عارض من حوالي 200 دولة، يعرضون منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 200,000 زائر غالبيتهم من الزوار التجاريين. قدمنا لكم فعاليات اليوم الأول من معرض السياحة الدولي في برلين ITB. سارية مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، برلين.